أقليم كردستان لم يتهم لواء 30 أو آمر لواء 30 أو غيره، وإنما يعني وفق نظرية ورأي الخبراء العسكريين الصواريخ أطلقت من منطقة تابعة القاطع لواء 30 نقطة رأس سطر. إذا قلنا أن هذا العمل إرهابي من داعش فتلك مصيبة، وإذا قلنا أن هذا العمل نفذ بعلم لواء 30 فالمصيبة أعظم. بالحالتين لواء 30 مسؤولين عن هذه العملية. حاولوا الكثير بأنه يضللون الحقائق بأن هذه العجلة أتت من جانب إقليم كردستان وقامت بإطلاق صواريخ. طبعا هذا لا يصدق العقل ولا والمنطق ولا الواقع ولا أبدا أصلا، ولكن يعني الأمور بدت واضحة، وكل القيادات وقيادة العمليات المشتركة قرروا بسحب لواء 30.